تشهد العاصمة البريطانية لندن مؤتمر قطر من منظور الأمن والاستقرار الدولي الذي يبحث في الأزمة القطرية مع محيطها وأيضا سياسات الحكومة القطرية المثيرة للجدل. وقد سلط المؤتمر الضوء مرة أخرى على الدور الذي تلعبه الدوحة في دعم التنظيمات المتطرفة وفضحها أمام الرأي العام العالمي. المشاهد لهذا الحشد الذي يلتئم تحت سقف واحد من دول عديدة حول العالم يجمعهم هم مشترك لابد له أن يستوعب أن هناك شيئا، حتما هناك شيء، والشيء أن سياسات قطر العدائية والهدامة على مدى أكثر من عقدين من الزمان أوصلت المجتمع الدولي إلى مرحلة وقف فيها ليراجع نفسه ويطرح مزيدا من التساؤلات حول طبيعة نظام الدوحة، وهو أمر استوعبته الدول الأربع بإجراءاتها ومطالبها وسعيها لمكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار للمنطقة. مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي فتح منصة علمية تجمع سياسيين وصناع قرار وأكاديميين للحديث حول مشاغل المجتمع الدولي من سياسات قطر الساعية لقلب موازين القوى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. الهدف الأساسي كان من هذا المؤتمر هو وجهة النظر الأخرى مع المجتمع الغربي أيضا الذي يتوافق مع سياساتنا التي نطمح لها. الآن النظام القطري يحاول أن يصور بأن الشعب القطري 100% معهم مع توجهاتهم، مثلا في البحرين رأيتم التسريبات الأخيرة على حمد بن خليفة العطية والتآمر الذي يحدث على الشعب البحريني من قبل النظام القطري، ورأيتم هذا الأمر مش جديد، هذا الأمر قديما يعني موجود في دولة قطر. لذلك الآن يعني حتى في وجهة النظر الأخرى يجب أن توضح للعالم أجمع بأن الشعب القطري مع تكوين دول مجلس التعاون ومع التكوين الاجتماعي، نحن لسنا دولة قطر، ليست نظام قطر، دولة قطر هي شعبها، شعب دولة قطر دائما نحن أبناء عمومة وأهل وإخوان، اللي أمة بحرينية، اللي أمة سعودية، اللي أمة إماراتية، فكنا يعني بسبب سياسات النظام القطري يعني تورطنا أو ورطنا النظام القطري في اللي أنتم تشوفونه الآن في المقاطعة. ويكتسب هذا المؤتمر أهمية كبرى لأنه يعد فرصة لبحث وجهة النظر الأخرى التي أخفاها النظام القطري على مدى سنوات طويلة. أنا أعتقد أن أهمية إقامة هذا المؤتمر هنا هو تقديم معقول للمعارضة القطرية على الساحة الدولية من بريطانيا بشكل حضاري وبلغة مفهومة ومقبولة من المجتمع الغربي، وأنا أعتقد أنه وجود شخصيات غربية لتطرح القضية وتطرح ما يجري يؤكد أن هذا المؤتمر سيكلل بالنجاح كخطوة أولى. ويشكل المؤتمر فرصة للحوار وإيصال رسالة الشعب القطري إلى المجتمع الدولي. Well, a conference like this highlights some of the concerns that people. مؤتمر كهذا يسلط الضوء على بعض القلق الذي يحوم حول قطر. هناك قلق. شعب قطر قلقون جدا حول طبيعة حكومتهم والديمقراطية وما إلى ذلك. نحن في واشنطن قلقون جدا بخصوص لعب قطر مع إيران من جهة ولعبها مع جماعات إرهابية من جهة أخرى. المنطقة حساسة ومضطربة جدا للسماح بمثل ذلك. وعلى الرغم من محاولات النظام القطري بشتى الوسائل غير الدبلوماسية عرقلة جهود إقامة هذا المؤتمر، إلا أن الصورة خير تعبير على نتيجة تلك المحاولات. Well, we have been put under an extraordinary amount of pressure, my office and I. تم وضعنا تحت ضغط هائل جدا، أعني أنا ومكتبي، اتصالات هاتفية ورسائل استلمناها من جهات قطرية عدة، وحتى رسائل شكوى تم إرسالها إلى مجلس العموم من قبل جهات رسمية قطرية بخصوص حضوري إلى هذا المؤتمر، يطالبون فيها مجلس العموم بعدم السماح لي بالحضور إلى المؤتمر. وأعتقد أن هذا تصرف خاطئ، لأن البرلمانيين البريطانيين لا يستجيبون بصورة إيجابية للتهديدات والضغوط، إنما يجعلون هذا الأمر أكثر إصرارا على الحضور. ولمن حاول الضغط علينا أقول له يجب أن تأتي للحديث معنا بدلا من تلك التصرفات التي تحمل تأثيرات سلبية.
ويناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسة، وهي دعم قطر للجماعات الإرهابية وعلاقتها بإيران وحقيقة الديمقراطية وحقوق الإنسان في قطر ودور قناة الجزيرة القطرية في الترويج للإرهاب ونظرة شاملة للاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولي. قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي، مؤتمر جمع حشدا غفيرا من السياسيين وصناع القرار والأكاديميين والباحثين والإعلاميين والقطريين في الخارج من مختلف دول العالم هنا في العاصمة البريطانية. يجمعهم عامل مشترك، رفض لسياسات نظام الدوحة في زعزعة أمن واستقرار المنطقة. عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من قاعة المؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن. المؤتمر الذي نظمته المعرض القطري وشارك به عدد من صناع القرار والأكاديميين ومواطنين قطريين ركز على خمسة محاور نستعرضها في سياق التقرير التالي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور عبد الله العساف استاذ الاعلام بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. مساء الخير دكتور عبد الله. دكتور، هل توضح للمشاهد اهميه انعقاد مثل هذه المؤتمرات التي تفضح السياسات القطريه الهدامه في المنطقه وتكشفها للراي العام العالمي؟ مساء الخير. انا في اعتقادي اليوم هذه المؤتمرات وهذا الحراك يجب ان يسمى مؤتمر انقاذ قطر، لأنه اليوم العواصم الأوروبية ليس لندن، ربما شهدت المؤتمر اللي عقد بالأمس يوم الخميس في لندن تغطية إعلامية مكثفة، لكن كان هناك في الوارسو أيضا انطلق مؤتمر عن الحركة العالمية لمكافحة إرهاب قطر، وكان له توصيات جميلة جدا بتجميد الأموال القطرية في البنوك الأوروبية حتى لا تمول الإرهاب. إذا اليوم النظام القطري تم تعريته بشكل كبير وفضحه أمام الرأي العام العالمي، أمام صناع القرار في أوروبا، في أوروبا الغربية، في أوروبا الشرقية، في كل مكان. إذا اليوم تم تسليط الضوء على لدى صناع القرار، لدى المجتمعات الأوروبية، لدى الإعلام، لدى النخب المثقفة. لذلك نسبة الذين حضروا هذا المؤتمر بالأمس في لندن من وزراء وسياسيين وكتاب رأي، كلهم يمثلون ثقل وتوجيه للرأي العام السياسي في بلدانهم، وبالتالي أتوقع أنه يحظى هذا المؤتمر بتأثير كبير على السياسة القطرية من خلال زيارة اليوم أمير قطر بالأمس إلى تركيا واليوم إلى برلين. أعتقد أنه سيتم بحث هذه نتائج هذا المؤتمر وهذه المعارضة، وبالتالي قبل أسبوع أو أكثر كان هناك ضغط قطري
شديد على الحكومة البريطانية لتعطيل هذا المؤتمر، لكنها فشلت ولم تفلح في تعطيله. هذا الحراك هو حرك المياه الراكدة اليوم تجاه المساعي القطرية في دعم الإرهاب، في إفساد علاقاتها العربية العربية، في التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها. إذن هذا المؤتمر اليوم هو تعبير عن الرؤية الشعبية القطرية تجاه الممارسات القطرية، السياسة القطرية المرفوضة. نعم دكتور عبد الله، النظام القطري الذي لطالما تغنى بسياساته في إتاحة المجال للتعبير أيضا احترامه لحرية الرأي، نراه اليوم يحاول بكل ما يستطيع لتخريب المؤتمر، أيضا الضغط على أعضاء من البرلمان البريطاني لمقاطعة المؤتمر. هل كشف لنا هذا المؤتمر؟ أنا أعتقد أنه ليس هذا المؤتمر فقط هو الذي كشف لنا. بالأمس أختي الكريمة تم تجريد عدد من السكان الأصليين من جنسياتهم الأصلية، وتم تجريدهم منها وتموا أصبحوا بلا جنسية بلا وطن. كانت الجزيرة المنبر الإعلامي القطري الذي يتحدث ويتشتت صباح مساء بأنه منبر من لا منبر له، لم يتحدث عنهم، لم يتح المجال لهم، بل حاولت قطر خنق كل ما من شأنه إبراز الصوت القطري الرافض للممارسات السياسية الحكومية. إذن هذه مجرد شعارات تسويقية تروجها قطر على الشارع العربي لاحتلال العقل العربي في الشوارع العربية المختلفة، من مصر إلى ليبيا إلى العراق إلى الخليج العربي، بأنه نحن الصوت الحر الذي يتحدث باسمكم وباسم المظلومين، وبالتالي رصيف في قطر لم يتم التعارض له. قضية إنسانية كبيرة العالم سلط الضوء عليها، وهي تجريد الأهل والسكان الأصليين من جنسيتهم، لم يتعرض لها الإعلام القطري، فعن أي حرية وأي منبر وأي رأي آخر يتحدثون؟ نعم الرياضة دكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا لك. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا موفد مركز الأخبار عبد الرحمن المدفع. مساء الخير عبد الرحمن، هل توضح لنا المحاور التي ناقشها مؤتمر المعارضة القطرية في لندن اليوم؟ نعم زميلتي دلال، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. اليوم يناقش مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي، في هذه اللحظات يعقد جلسات وورش عمل مغلقة ومصغرة تجمع مجموعة من السياسيين وصناع القرار والبرلمانيين من بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وفرنسا ومن مختلف الدول الأوروبية والآسيوية أيضا، لمناقشة ما تم تداوله يوم أمس في الحلقات النقاشية للمؤتمر، والتي تطرقت إلى دعم قطر للجماعات الراديكالية والمتطرفة. نعم. بالإضافة إلى علاقة قطر مع إيران ودور قناة الجزيرة في الترويج للإرهاب والحركات المتطرفة، بالإضافة إلى دور قطر في اللعب على القوى الناعمة والاقتصاد لتحقيق النفوذ والمكاسب السياسية. وسيتم مناقشة جميع هذه المحاور للخروج بصيغة توافقية تسمح للمعارضة القطرية والقائمين على هذا المؤتمر للتحرك مستقبلا بشكل جدي للتعامل مع الأزمة القطرية ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها. في هذه اللحظات تنعقد ورش العمل، ومن المتوقع أن يصدر البيان الختامي لهذا المؤتمر خلال الساعات القادمة. نعم من لندن موفد مركز الأخبار عبد الرحمن المدفع، شكرا لك.